لكن نواف الخالدي صاحب 29 سنة واللي يبدأ مع محمد راشد، هير شمري، فايز بندر، عامر معتوق، كيتا، طلال، صلاح الشيخ، حمد العنزي، جهاد الحسين، فراس الخطيب، تشكيلة فريق القادسية، ومحمد إبراهيم في هذه الأمسية لنهائي كأس أمير البلاد. الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح الذي ينوب عنه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في هذه الليلة في ختام الكرة الكويتية وموسم الكرة الكويتية. صافرة علي محمود تعلن انطلاقة شوط المباراة الأول لهذا اللقاء، القادسية والكويت وجها لوجه هنا في ميدان كيفان، هنا بداية أولى محاولات فريق الكويت، لكن نواف الخالدي قد ساوية تسديدة. الله يا رب يا رب، الله على كرة أولى في المباراة، صالح الشيخ بكرة صالحة إلى أن تكون الهدف الأول، لكن خالد الفضلي بمشهد خالد في التصدي للقطة الماضية. شوف الكرة كانت من طلال عامر، قوية رايحة بعيدة، الخطأ يحتسب لمصلحة فايز بندر اللي لقب بدل المطوع ببيكيه، بيكيه الكويتي. ماكينجا بيلف، ماكينجا بيدور، والكرة إلى خارج الملعب. اللقاء إما هو وإما الكويت. كيتا شوف اللقطة الماضية، الكرة جول، الكرة لو تنعاد جول. شوف اللقطة، شوف الكرة العرضية، شوف الارتقاء، خروج خاطئ لحارس المرمى. الحكم ما انتظر، أرادها بأن تنتهي السلبية. صافرة حكم المباراة علي محمود تنهي أحداث شوط المباراة الأول. غضب من كيتا في اللقطة الماضية. وهنا راعي الحفل الكريم سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وشوط المباراة الثاني وصافرة حكم المباراة. كرة بتتحول، عادت إلى كيتا، عادت إلى الإبواري، بيرسل الكرة طويلة إلى الأمام، سريعة هذه الكرة، فراس الخطيب، تمويه، مرور، انطلاق، تقدم، سقوط، تسديد، إتاحة الفرصة كانت، لكن الفرصة لا تستغل، فراس يحتج، إنه سجل هدفا في الهلال في البطولة الآسيوية، كان واحد من أجمل أهدافه، والكرة قوية، حارس المرمى يبعدها، تعود من جديد، تسديدة قوية كانت من فراس، تسديدة فراس الخطيب والتسديدة والكرة الخطيرة في شوط المباراة الثاني، لكن خالد الفضل بيخلصها. في مثل هذا اليوم في 95 جاك شيراك رئيس لفرنسا، من يكون هو البطل الرئيسي في هذا اليوم؟ محاولة سريعة، كنترول ممتاز فراس الخطيب، استلام، انطلاق، تقدم، فتح مساحة، تمريرة، جهاد، الله يا فضلي. هذه اللقطة الأخطر، تمريرة، الله يا فراس، الله على نظرة، على تمريرة. هناك تغيير اللاعب المقنع عزوز أو زيزو الذي يحبه القدساوية في الفترة الماضية، عبد العزيز المشعان، عادت بتتهيأ، جهاد الحسين مشاها بالكعب من فراس، يا لعيب، محاولة من الشيخ لكن الكرة بتطير. محمد العنزي سيخرج وسيشارك مكان اللاعب الشاب الذي كانت له تجربة في بلجيكا. شوف جهاد الحسين، شوف كعب فراس، يا سلام، وكأنه يقول من يصنع لي مثل هذه الكرات وسأسجل، من يرسل لي مثل هذه الكرات وسأسجل. التغيير، حمد العنزي يخرج، خرج الديب وشارك عبد العزيز المشحان 20 سنة، لما كان عمره 16 سنة كان يلعب في الهايد بارك وشاهد كشاف هناك وطلب منا شريط خاص فيه، ودى إلى بنفيكا، عادت من جديد، هناك تمريرة، هناك محاولة صافرة وخطأ، حكم المباراة قريب من كثير من اللعبات، وبالتالي هناك صافرة وخطأ من لمسة أولى يحصل على خطأ اللاعب عبد العزيز المشعان، خلونا نقول عزوز ولا زيزو، ولكن الكرة مقطوعة بشكل ممتاز من هير الشمري اللي بدوره يرسل هذه الكرة، محاولة من المشعان، مهارته عالية، صغير لكن لعيب، يا سلام، الله على القوة، يتقدم فيها المشعان، ما شاء الله، لاعب شاب صغير، وهناك إصابة، وهناك صافرة، وهناك إنذار، خمسة لاعبين في منطقة الجزاء بالقمصان الصفراء، المشعان بيلعب لك كرة عرضية، فراس راسية في المكان، الله يا رب، لكن قالوا له هي غالية، تبغي مهر أكبر، الله يا فراس.
الله يا ابو حمده واحلى غمزه، لكن الكره في القائم، القائم لا يخون الفضلي في اللقطه الماضيه، القائم لا يخون الكويت لانه ملعب الكويت. القادمين من الخلف في الجهه اليسرى، المسانده تاتي وفراس يطلب الكره، المحاوله القتاويه والمرور، الله الاصفر الاصفر عن انيابا يكشر المشان. هنا عاشق ديل بييرو، ديل بييرو وزيزو ما فيش غيره، الله يا مشعان، الله يا لعيب، مهاره، مرور، تمويه، ثقة، عرضية، ركنية، الولد هذا قالوا لي عنه، قالوا لي عنه، هو المقنع، هو المقنع، يريد أن يكشف وجه الحقيقة للقادسية، وجه الحقيقة للمباراة النهائية. الآن نشاهد هنا عبد العزيز، هنا المشعان، هنا زيزو، والكرة العرضية، ولكن الكرة بتتخلص، عادت مرة أخرى، الكرة تتهيأ في مكان إلى زيزو، يتقدم عزوز، عرضية، لافة، بتعدي، الله! قد تندمون، الفرص تضيع، الكرات تذهب، المحاولات تستمر، القادسية يغضب، القادسية ينتفض، القادسية يهدد، القادسية يقترب، القادسية من كل صوب، من كل مكان، بالتغييرات، الآن بدون قناع، بدون قناع، الآن كشف عن وجهه، كشف عن وجهه ويقول هذا أنا وليد عداها يا لعيب. الكرة مرت، الكرة عدت، جاريو بالقناع، خلاص حافظ، حافظ على نفسك يا مشعان، حافظ على نفسك يا مشعان، مشعان لا ننسي، يكون قاتلا، سيكون ذهبيا، والكرة إلى خارج الملعب، الفرصة بتروح، الفرصة بتضيع، هذا هو، هذا هو عبد العزيز المشعان. هنا بدر المطوع، في الليلة النهائية يفتقدونك يا بدر، يفتقدون بدرهم الذي غالبا ما يسجل ويصنع الكثير من الاهداف، يفتقدون ايضا لخلف السلامه، احمد عجب موجود في دكه البدلاء، صفره حكم المباراه، اعتقد مشاهدينا متابعينا في كل مكان اطلقت وانهت هذه المباراه. كما تشاهدون بالنتيجه السلبيه لكي تستمر الاثاره والفصول الى الاشواط الاضافيه. ما تبقى من هذه المباراة النهائية بعد أن انتهى وقتها الأصلي بالنتيجة السلبية 0-0. شوط ثاني كان جميلا ممتعا، شوط ثاني كان مثيرا، فرص ضايعة من جانب الطرفين ربما تكون أكثرها للقادسية، ولا مهارة، مرور ممتاز، الكرة من أحمد صبيح، عرضية عالية، ولكن نواف الخالدي، نواف الخالدي بيسيطر عليها، بيسيطر عليها نواف، بيرسل لك كرة في نص الملعب، محاولة سريعة، استلام، دوران، الله على المشعان، صفور، ما شاء الله، ما شاء الله، لا 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 ممتع، لا 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 ممتع، بقناع وبدون قناع، بقناع وبدون قناع، الولد لعيب، السنوات الماضية يكون في أحد الطرفين، إما القادسية أو فريق الكويت، إلا في ثلاث نهائيات، باستثنائهم دائما ما يتواجد أحد الأطراف أو الأطراف جميعا. هنا الجماهير، هنا الجماهير اللي حاضرة، وهنا المتابعة، هنا الأعلام الصفراء والأوراق الصفراء، وهنا التصفيق والتشجيع، أغانيهم لحن جماهير الكويت الخاص المعروف. بدر المطوع ينظر ويقول أعصابي خارج الملعب تحترق كثيرا، والمباراة داخل الملعب تكون أسهل. إسماعيل عجمي مشاها، وصلت إلى روجيريو، صافرة حكم المباراة، تنهي أحداث الشوط الإضافي الأول، لا وجود للراحة، سيغيران أماكنهما الآن الفريقين، من الأرجنتين، البرازيل، إيطاليا، إسبانيا، إنجلترا، كل المنتخبات المرشحة وغير المرشحة. كيتا يرسل كرة سريعة في مكان، استلام، هروب في الجهة اليسرى، ممكن مرور، هنا المرور، هنا السرعة، هنا القادسية، هنا العرضية، يا الله! هنا الجماهير القدساوية، هنا العلم الأخضر.
الأصفر العلم الذهبي ما زال يشجع. الصافرات من جمهور الفريقين، كرة سريعة مرتدة، آخر ركلات ترجيح ما بين الفريقين، قسمت للقادسية في بطولة ولي العهد. الصافرات تنهي هذه المباراة الماراثونية ما بين الفريقين في ختام الموسم بعد 120 دقيقة كاملة، بعد شوطين أصليين وشوطين إضافيين، ونتيجة سلبية مستمرة في هذه المباراة. الآن نتحول إلى الزميل حمد العرفج وسنعود، أو نتحول إلى فاصل وسنعود بعد الفاصل، ابقوا معنا. هذا هو نواف يتلقى التشجيع الكبير من جانب جماهير القادسية الحاضرة. من صاحب التسديدة الأولى؟ براس الخطيب وسعود المجمد. هل هو سعود؟ سعود المجمد والركلة الأولى والقدم اليسرى، يتقدم الآن، بيلعب للكرة. الكلام اللي يجمد على الشارق، وسعود يسعد الجماهير القدساوية بالركلة الأولى، ركلة أولى وهدف أول، وأخيرا اهتزت الشباك. نسمع عن الشاطر حسن، هل تكون الشاطر حسين؟ حسين حاكم يلعب للكرة. من الكابيتانو نهير الشمري، الآن نهير كابتن على كابتن. يا عيني الكابيتانو، كابتن القادسية يغلب، كابتن القادسية يتفوق. نبرة السنين وداها وين، والحارس وين، والكورة وين، والقادسية ناوي على وين، ناوي على وين؟ من يا ترى يا خالدي من يتقدم بهذه الركلة؟ هل هو كاريكا؟ إنه كاريكا، في المباراة لم نراه، في لم نراه، وفي كل شيء لم نراه. ماذا تصنع يا كاريكا؟ ماذا تعمل يا كاريكا؟ نواف هو العريس حتى الآن، نواف مع القادسية لا تخاف. أي قفات تملك يا نواف؟ أنا ابن جلا وطلاع وثنايا، متى ما ألبس القفات وتعرفوني. لتيك القادسية مقابل كرتين ضايعات، هل يعيدهم خالد الفضلي أم أن الثالثة تكون ثابتة؟ هل هو فراس؟ التسديدة القادسية بطلا لكأس الأمير. أوه، من عزوز، من زيزو. الآن نشاهد المشعان يتقدم، بيلعب للكرة. وكمان رجال وايل يسوون الأوايل، سوون
الموسم، بدأوا الموسم ببطولة سوبر وأنهوا الموسم وهم سوبر، سوبر على سوبر، أبطالا لكأس الأمير في النسخة 48، البطولة رقم 13 هي القادسية. هكذا نشاهد الآن الأهازيج، الأفراح، مبروك من الأعماق يا قدساوي، مبروك من الأعماق يا أصفر. الخالدي كان عريس الليلة وعزوز ختم عليها بالشمع الأصفر، عزوز أنهى المباراة بالذهب الأصفر، عزوز بالركلة الأخيرة، مبروك للقادسية. أجيال وإنجازات ونجوم ولاعبين وأسماء ومدرب ونجوم وبدلاء. في مسك الختام القادسية يتوج ببطولة هنا الرئيس الشرعي الشيخ طلال الفهد، مبروك للشيخ طلال الفهد الرئيس الشرعي. وهنا اللحظة التاريخية، البطولة 13 بيد واحضان انهير الشمري وراعي الحفل الكريم، القادسية بطلا لكأس الأمير، بطلا لكأس الأمير، مبروك من الأعماق يا قدساوي، مبروك من الأعماق للملكي. هذا الأصفر لا تضايق يقلب الوضع بدقايق، هذا الأصفر صفقوا له ياكم ويا بالبطولة. مبروك لفريق القادسية، مبروك لنواف الخالدي، نهير الشمري، محمد إبراهيم، شيخ طلال الفهد، كل هذه الأسماء للاعبين للجماهير، مبروك البطولة رقم 13، يحتفلون في عامهم الخمسين بهذا الإنجاز، بهذا اللقب، بطولة ورا بطولة. والقادسية من يطوله من يطوله، الذهب يعانق الذهب، ويلتقطون الذكريات، ويلتقطون لقطة للذكريات. إنها لقطات ختام لمسك ختام الكرة الكويتية. مشاهدين الكرام في كل مكان، الصورة معبرة والأفراح تبدأ من هذه اللحظة، والأفراح ستستمر لفترة طويلة في مسيرات، في الشوارع، في الاحتفالات، في السهر، في الرقصة، في الأهازيج، في الأغاني، في اصفر عيون الكاس ما يله الا انت، خليتهم يحلمون.